إذا كنت تعاني من اضطراب القلق فقد تكون أيضا مكتئبا، في حين أن القلق والاكتئاب يمكن أن يحدثا بشكل منفصل، فليس من غير المعتاد أن تحدث هذه الاضطرابات النفسية معا. يمكن أن يكون القلق من أعراض الاكتئاب السريري أو الاكتئاب الكبير، وبالمثل يمكن أن تتسبب أعراض القلق في تفاقم أعراض الاكتئاب. يمكن علاج أعراض كلتا الحالتين بالعديد من العلاجات نفسها. العلاج النفسي أي العلاج السلوكي المعرفي، أي العلاج بالحديد والأدوية مثل SSRI وتغيير نمط الحياة. القلق لدى الأطفال طبيعي وشائع. في الواقع يعاني واحد من كل 8 أطفال من القلق. عندما يكبر الأطفال ويتعلمون من آبائهم وأصدقائهم ومقدمي الرعاية، يطورون عادة المهارات لتهدئة أنفسهم والتعامل مع مشاعر القلق. لكن القلق عند الأطفال يمكن أن يصبح مزمنا ومستمرا ويتطور إلى اضطراب القلق. قد يبدأ القلق غير المنضبط في التدخل في الأنشطة اليومية، وقد يتجنب الأطفال التفاعل مع أقرانهم أو أفراد أسرهم. تشمل أعراض اضطراب القلق لدى الأطفال الهلع، التهيج والعصبية، الأرق، مشاعر الخوف ومشاعر العزلة. يشمل علاج القلق لدى الأطفال العلاج السلوكي المعرفي أي العلاج بالحديث والأدوية.